المحاضرة 19. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب. لقاؤنا اليوم هو اللقاء 19، هو الدرس 19 من دروس تاريخ سياسي للدولة الأموية، وهذه الدروس هي دروس في سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي. تكلمنا قبل ذلك ذاك القرون عن الحروب الصليبية، دروس الحروب الصليبية والتاريخ السياسي للمغرب والأندلس، تاريخ سياسي الدولة العثمانية، تاريخ سياسي الدولة العباسية. وها نحن اليوم نواصل الكلام في التاريخ السياسي للدولة الأموية، ونحن يعني اقتربنا من النهاية ربما هذا اللقاء، واللقاء إن شاء الله الذي الآخر سوف يكون اللقاء الأخير. اللقاء 20، درس 20 هو اللقاء الأخير بإذن الله. وقبل أن نبدأ في أحداث هذا اللقاء، هذا الدرس، درس 19، نريد أن نتكلم وبعجالة سريعة عن بعض الأمور التي ذكرناها في اللقاء الماضي، درس الماضي. المرة الماضية تكلمنا عن الأحداث التي تمت في الأندلس، قضاء على ثورة البربر في الأندلس التي قادها ابن هدي. عبد الملك بن قطن الفهري أرسل السفن إلى بلج بشر ومن معه في سبتة، فحملتهم الأندلس، وبالأندلس التقوا مع البربر وقضوا على ثورتهم، هزموهم، ألحقوا بهم هزيمة كبيرة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن مقتل عبد الملك بن قطن الفهري بسبب فتنة قبلية حصلت هناك، وتكلمنا أيضا عن الولاة في الأندلس منذ الفتح، فتح الأندلس على طارق بن زياد وموسى بن نصير، ثم أول ولاة على الأندلس وهو عبد العزيز بن موسى بن نصير، وجهاد الولاة، ولاة الأندلس، تكلمنا عن جهادهم في جنوب فرنسا. وأيضا من ضمن ما تكلمنا به اللقاء الماضي تكلمنا عن الأحداث التي تمت في عهد وليد بن يزيد خليفة الأموي 11، وليد التاسع، ثم ما كان من مقتله على يد ابن عمه خليفة الأموي بعد ذلك 12، يزيد بن وليد الملك الملقب بالناقص، يزيد الناقص، ثم حدوث الفتنة التي أعقبت مقتل وليد بن يزيد، وليد الفاسق لما قتل باعتباره ولي الأمر الشرعي خليفة المسلمين، يعني قتلوه واغتصبوا منه الخلافة، هذا أدى إلى حدوث الفتن الكثير من بلاد الشام وغيرها. وأيضا قلنا بأن يزيد ابن الوليد خليفة الأموي 12 لم يبقى في الحكم إلا 6 أشهر تقريبا، ثم جاء من بعده يقولون بأنه لم يعهد بالأمر إلى أخيه إبراهيم بن الوليد. ولكن على كل حال إبراهيم بن الوليد يعتبر الخليفة الأموي 13، وبقى في الحكم وفي الخلافة إن شئتم كما قال المؤرخون، بقى فقط 70 ليلة، 70 ليلة بقى في الحكم. هذا يريكم أيها الأخوة مدى اضطراب الدولة الأموية في تلك الفترة من تاريخ أواخر أيامه. ثم كان الأمر بعد ذلك لمروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر الخلفاء المهاجرين،
وسوف نتكلم في هذا اللقاء هذه الليلة، سوف نتكلم عن تاريخ الدولة الأموية في عهد مروان ابن محمد ابن مروان. يقولون بأن مروان بن محمد لم يقتل إبراهيم بن الوليد في أحد الأقوال، يعني بأنه كان أخوه من أمه وابناء عم نعم، لكن أيضا من أم واحدة كما يقول. زحف مروان على الشام بقواته الكبيرة، كان معه ما يقارب 80,000 مقاتل، وخرج له وبأمر من إبراهيم بن الوليد سليمان بن هشام بن عبد الملك فيما يقارب 120,000 مقاتل، وفي عين الجر أو كما يسمونها اليوم عنجر، هذه عنجر المعروفة، دارت معركة هائلة كبيرة انتصر فيها مروان بن محمد، ويقال بأنه قتل من جيش سليمان بن هشام قرابة 17,000 رجل، وأسر ما يقارب مثل عددهم، وفر سليمان بن هشام ومن معه إلى دمشق، واجتمع مع إبراهيم بن الوليد، ولما بلغتهم أنباء دخول خيل مروان دمشق فر إبراهيم بن الوليد واختبأ، وقام سليمان بن هشام بنهب بيت المال وقسمه على من معه من الرجال وخرج من المدينة. في العراق حدثت فتنة بسبب عصبية قبلية، وفي ظل هذه الفوضى الرهيبة والفتن اللاحقة خرج في الكوفة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ودعا إلى نفسه، أغراه الشيعة بالكوفة بذلك، وتجمع له جمع كبير، ولكنهم على عادتهم ما أسرع من فضوا من حوله لما جد الجد، وقاتله جيش عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، ولم يقتله عبد الله بن عمر، وإنما أخذ له ولمن معه الأمان على أن يغادروا الكوفة، ففعلوا غادروها، وسار عبد الله بن معاوية الهاشمي إلى المدائن ومنها إلى فارس، وسيطر على بعض المناطق هناك، سيطر على الماهين وهمذان وقومس وأصفهان أو أصفهان والري، وكان خروجه في سنة 27 و100. نعم، في جماد الآخرة من سنة 27 و100 قدم إلى الري الحارث بن سريج التميمي، قدم بالأمان الذي أخذه من يزيد بن الوليد، ووفد على نصر بن سيار فأكرمه نصر، ولكن الحارث صاحب فتنة، حارث بن سريج اجتمع عليه قرابة 3,000 من بني تميم، بايعوه، وكتب إلى الكرماني ليحالفه، ويعني أشغل الناس هناك في تلك المنطقة البعيدة في ذلك الإقليم البعيد. مروان بن محمد ابن مروان ابن الحكم دخل إلى دمشق، ولما سمع الناس بذلك قام موالي الوليد بن يزيد بالذهاب إلى دار عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك فقتلوه، وذهبوا إلى قبر يزيد بن الوليد فأخرجوا جثته وصلبوه على باب الجابية، ثم أمر مروان بإحضار جثث الغلامين ويوسف بن عمر، وأمر بدفنهما، وأحضروا إليه أبا محمد السفياني. الحقيقة حاولت أن أبحث في كتب الأنساب والتاريخ عمن هو أبو محمد السفياني، والذي توصلت إليه، ولا أدعي أن ما توصلت إليه هو الصواب، ولكن على كل حال وجدت أن هناك رجل اسمه أبو محمد بن عبد الله ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ربما يكون صاحبنا هذا، ما أعلم، لكن على كل حال هذا ما اجتهد فيه يعني، وقد لا أكون يعني قد أصبت. وهذا الرجل اختفى في الدولة العباسية بالقرب من المدينة المنورة، ولكنهم عرفوا مكانه، فخرج إليه زياد بن عبيد الله حارث أمير المدينة برجاله، ولكنه لم يستسلم لهم وقاتلهم حتى قتل، وكان ذلك في عهد المنصور.
أبو بدايات أهل السنة. أبو محمد السفياني قال لمروان بن الحكم، مروان بن محمد مروان بن الحكم قال له إن ابني الوليد الحكم وعثمان جعل الأمر لك، يعني جعله لك. كان الوليد بن يزيد الفاسق قد بايع لهما إذا تذكران، لا تذكرون لما قلنا أنهما لم يبلغا الحلم، فقال له يعني وهما في السجن جعل الأمر لك. وقال له شعرا للحكم، كان الحكم الوليد بن يزيد قد قال شعرا في السجن، ولجمال هذا الشعر وقوة معانيه سوف أقرأه عليكم. ماذا قال؟ قال: ألا من مبلغ مروان عني وعم الغمر طال بذا حنينا، بأني قد ظلمت وصار قومي على قتل الوليد متابعين، أيذهب كلبهم بدمي ومالي، فلا غثا أصبت ولا سمينا، ومروان بأرض بني نزار كليث الغاب مفترس عرينا، ألم يحزنك قتل فتى قريش وشقهم حصي المسلمين، ألا فقر السلام على قريش وقيس بالجزيرة أجمعين، وساد الناقص القدري فينا وألقى الحرب بين بني أبينا، فلو شهد الفوارس من سليم وكعب لم أكن لهم رهينا، ولو شهدت ليوث بني تميم لما بعنا تراث بني أبينا، أتنكث بيعتي من أجل أمي فقد بايعتم قبلي هجينا، فليت خؤولتي من غير كلب وكانت في ولادة آخرين، فإن أهلك أنا وولي عهدي ومروان أمير المؤمنين. طبعا هذا أخواله من بني كلب بن وبرة، ولما يقول فقد بايعتم قبلي هجينا يعني يتكلم عن يزيد الناقص. إن يزيد الناقص أمه يعني حفيدة الأكاسرة، ولكن هكذا العرب عندما ينظرون إلى من ليس بعربي أو أمه من العرب. ثم طبعا بايعه السفياني، بايع مروان بن محمد، وقام الجميع بمبايعته، وكان أول من بايعه أهل حمص، وبايعه أيضا أهل دمشق وأهل فلسطين والأردن. ومروان بن محمد هو الخليفة الأموي الرابع عشر آخر الخلفاء الأمويين. أمه أم ولد كردية يلقب بالحمار لشدته وقوته في الحروب، ويلقب بالجعدي نسبة إلى معلمه الخبيث الجعد بن درهم. ولما تمت له البيعة عاد إلى منزله في حران، وفي حران طلب إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام منه الأمان، فأعطاهم الأمان ووفد عليه سليمان بن هشام وبايعه. وبعد 3 أشهر من وصول خليفة الأموي إلى مقره الجديد في حران، وحران أيها الأخوة على أطراف بلاد الشام، ثار عليه أهل الشام، وكان أول من ثار عليه أهل حمص، وهم أول من بايع، ولكنها الفتنة أيها الأخوة إذا انفتح بابها فهيهات أن يغلق. وكان الذي تولى أمر هذه الثورة ثابت ابن نعيم الهذامي، أخذ يبعث إليهم بالكتب يحرضهم على العصيان. في حمص تجمع الكلبيون ومن معهم من اليمانية، فلما سمع مروان بن محمد بذلك ثار إليهم بنفسه، وكان مروان من القادة العسكريين البارزين، ووصل إلى أسوار المدينة يوم 3 شوال من 27 و100. ثم دخل المدينة وجرى بها القتال، ودار نعم قتال شديد كبير، ولكن قواتها كبيرة سحقتهم، وفر منهم من فر، وقتل مروان من وقع في يده من زعمائهم، وأمر بصلب قتلاهم حول المدينة، قدروهم ما بين 500 و600 رجل منهم وزعمائهم صلبوا على يعني حول المدينة، وهدم جزءا من سور حمص قرابة الغلوة. الغلوة هي رمية السهم، يقدرونها بعشر ميل، وعشر ميل أي ما يساوي 160 مترا يعني تقريبا. أما أهل دمشق وتحديدا أهل المزة من دمشق، فإنهم ثاروا على أميره دامل بن عمرو،
ونصبوا عليهم يزيد بن خالد بن عبد الله القسري وأعلنوا العصيان، فأرسل إليهم مروان بن محمد من حمص ما يقارب 10,000 مقاتل. أنا دائما أقول ما يقارب، يعني يقول فخرج له ب100,000 مقاتل، ما في شيء 100,000 مقاتل معدودين عدد، نحن نقول ما يقارب يعني أفضل هذه، وقتل منهم 17، من قال لك حسب معدودين حد عدهم، لكن يعني نقول ما يقارب هذه، أنا أعتقد من وجهة نظري أنها يعني أقرب، إلا إذا نص نصا يعني مثلا قالوا قتل منهم مثلا يعني 422، هذه يعني تكون واضحة بها نص، أما 10,000 100,000 كذا لا، يعني الواحد الأحوط أن يقول ما يقارب، يعني قد يكون هذا الرقم صحيح لكن كلمة ما يقارب هي الأحوط. نعم، يقولون هدم أيضا كما قلنا جزءا من حمص، وقلنا كذلك أن أهل حمص لأهل دمشق، أهل مزة من دمشق لما ثاروا أرسل إليهم مروان 10,000 مقاتل، عليهم مجزأة ابن الكوثر والدفر من حارث البلادي، فألحق بهم هزيمة ساحقة وحرق بيوت اليمانية في المزة، وأمر بقتل يزيد ابن خالد، وأرسلوا برأسه إلى مروان في حمص. نعم يزيد ابن خالد، نعم طبعا خالد بن عبد الله القسري، فهو يزيد بن خالد بن عبد الله القسري، أرسلوا برأسه إلى مروان، وكان مروان في حمص. أهل فلسطين أيضا ثاروا وتزعم ثورتهم كما قلنا ثابت بن نعيم الجذامي، وسار بقواته إلى طبرية وحاصرها، فلما بلغت مروان هذه الأخبار أمر مجزأة بن زفر، يلقبونه بأبي الورد، هذا مجزأة بن زفر بن حارث الكلابي، يلقبونه بأبي الورد، أمره بأن يتحرك بقواته لمواجهتهم، فسار من فوره، فلما سمع المحاصرون بقربه من مدينتهم تشجعوا وخرجوا بقيادة أميرهم الأموي الوليد بن معاوية بن مروان بن حكم، وهاجموا معسكر ثابت بن نعيم الجذامي وهزموهم، وفر ثابت بمن معه إلى فلسطين، ولكن مجزأة كلابي هزمه ففر، وأسر 3 من أولاده، ثم أسره فأمر مروان بقطع أيديهم وأرجلهم، لأنهم أيها الإخوة لما تسمعوا هذا العقاب القاسي قطع الأيدي والأرجل، لماذا؟ لأنهم من المفسدين في الأرض، فساد عظيم عندما يحدثون فتنة، كم من الآلاف المسلمين يقتلون، ويعني تحدث فتن عظيمة سبب والله واحد له وجهة نظر أراد الخروج، فأمر طبعا بقطع أيديهم وأرجلهم لأنهم كما قلنا من المفسدين في الأرض، ثم بعد ذلك أمر بقتلهم وصلبهم على أبواب دمشق. في تلك الأثناء كان العراق يشتعل بقتال سببه العصبية، وكان القتال يدور بين عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وهو في الحيرة ومعه اليمانية، وبين النضر بن سعيد بن عمرو الحرشي العامري وهو في الكوفة ومعه المضري، واستمر القتال بين الطرفين لما يقارب 4 أشهر. وفي تلك الأثناء خرج في أرض الجزيرة خارجي اسمه سعيد بن بهدل الشيباني، خرج فيه 200 من أتباعه من أهل الجزيرة، منهم الضحاك بن قيس الشيباني، وسار سعيد بن بهدل بمن معه إلى العراق مستغلا اضطراب الأوضاع فيها وفي الشام أيضا، ولكنه هلك بسبب علة أصابت، هلك بسبب علة أصابت، يقال بأنه مات بالطاعون، فخلفه في زعامة الخوارج رجل من الخوارج الشرات، هم هؤلاء من الخوارج الشرات اسمه الضحاك بن قيس الشيباني، وتوافد عليه الخوارج الصفرية في كل مكان يبايعونه، حتى تجمع له ما يقارب 4,000 رجل، هم خرجوا 200 الآن أصبحوا 4,000 لما جاءهم الصفرية الخوارج الصفرية، وسار بهم إلى الكوفة، فلما سمع المضرية واليمانية الذين كانوا يتقاتلون فيما بينهم بما حدث، اتفق عبد الله بن عمر والنضر بن سعيد على أن يوقف القتال وأن يوحد صفوفهما لقتال الخوارج، ولم يصمد أهل العراق كعادتهم، على الرغم من يعني اتحاد أهل الكوفة وأهل البصرة لم يصمدوا كعادتهم في مثل هذه اللقاءات لما تقاتلوا مع الخوارج، وألحق بهم الخوارج هزائم متتالية وقتلوا الكثير من رجالهم واستولوا على الكوفة،
أما أصحاب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فإنهم ساروا معه إلى واسط، وفي واسط نشب القتال بين الحمقى الذين أعمتهم الفتنة القبلية، عادوا إلى حربهم التي كانت بين اليمانية كما قلنا يتزعمهم عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، والمضرية بل والنزارية مضر وربيعة يتزعمهم النضر بن سعيد. وأما الخوارج إنهم استولوا على الكوفة وواسط، ولما استولى الضحاك على الكوفة نصب عليها ملحان الشيباني، ثم سار الضحاك بقواته إلى واسط لقتال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والنضر بن سعيد بن عمرو الحرشي، فلما علم بأمره عاد واتفق على قتاله وتقاتل معه، ولكن خوف عبد الله بن عمر من مروان بن محمد جعله يبايع الخارجي وينضم إليه. يعني أمور عجيبة، رأيتم ابن عمر بن عبد العزيز، يعني مشكلة ابن عمر بن عبد العزيز يبايع هذا الخارجي المجرم، هذه لا شك أنها الفتنة أيها الأخوة، يعني تحدث أمور لا يتوقعها أحد. مروان بن محمد انزعج هذه التطورات، حرك بقواته من الضفافة إلى الرقة لكي يشرف على جيش يزيد ابن عمر بن هبيرة الفزاري. ابن عمر، نعم هذا يزيد هو ابن عمر بن هبيرة الفزاري الذي تبعثه إلى العراق لقتال هذا الخارج، كان قد جهز جيشا يترأسه يزيد بن عمر بن هبيرة، فخرج لكي يشرف على هذا الجيش الذي سيذهب إلى العراق لقتال الخوارج. وكان سليمان بن هشام بن عبد الملك استأذنه في البقاء بالرصافة لكي يستريح لبعض الوقت، فأذن له فبقى بها، فوفد عليه في الرصافة ما يقارب 10,000 رجل من أهل الشام من جيش كان قد بعثه مروان للالتحاق بيزيد بن عمر بن هبيرة، لكنهم انحرفوا وأتوا إلى هذا سليمان بن هشام، وطلبوا من سليمان بن هشام أن يخلع مروان بن محمد ويقاتله، فسمع مقالتهم وسار معهم إلى قنسرين لقتال مروان، وانضم إليه الكثير من أهل الشام. هذه الفتنة، أهل الشام أهل طاعة، لكن لما اشتعلت الفتنة هذا ما حدث حقيقة. مروان بن محمد قرر أن يواجه هذا التهديد الجديد الذي لم يتوقعه، وتحرك بقواته لقتال سليمان بن هشام. أما من كان مع سليمان بن هشام فإنهم تحصنوا بحصن الكامل، حصن اسمه الكامل من أرض قنسرين، فأقبل عليهم مروان بن محمد وأرسل إليهم يسألهم عن سبب هذه الفتنة ويحذرهم من عواقبها، فكأنهم أظهروا له الطاعة فارتحل عنهم، ولكن من كانوا مع سليمان بن هشام كثر جمعهم حتى بلغوا بلغ عددهم ما يقارب 70,000، ونزلوا في قرية من أرض قنسرين اسمها خساف، فصمم مروان على حسم هذا الموقف وعاد لقتالهم وألحق بهم هزيمة كبيرة، وأمر بقتل الأسرى جميعا ما عدا العبيد فإنهم لا يقتلونهم، وكان الكثير من الأسرى ادعوا بأنهم عبيد فأمر ببيعهم، وبلغ ما قتل من هؤلاء التعساء ما يقارب 30,000. أما سليمان بن هشام فإنه فر مع من نجا إلى حمص وأمر بترميم أسوارها، وما هدمه مروان منها، لما قلنا بأنه هدم ما يقارب الغلوة من أسوارها. أيضا مروان بن محمد تحرك باتجاه حمص، فعزم من كان مع سليمان بن هشام على مباغتة مروان وقتله، فخرج من حمص قرابة 900 فارس، ولكن مروان ألحق بهم الهزيمة وحاصر حمص لمدة 10 أشهر، ونصب من حولها كما قال المؤرخون أكثر من 80 منجنيقا. هذا حصار شديد لا شك، 80 منجنيقا سوف تقضي بالحجارة وسوف تقتل وتقرب وتدمر وتوقع الرعب أكيد. فكانوا يخرجون إليه في كل يوم يقاتلونه ثم يرجعون، لكن الحصار جهدهم وأضر بهم، فعرضوا عليه إن أعطاهم الأمان أن يسلموا له سعيد بن هشام وابنيه عثمان ومروان، فقبل ومنهم ذلك، طبعا عرض مغري هذا، واستولى بذلك على المدينة الثائرة. ويقال بأن سليمان بن هشام بن عبد الملك فر إلى حيث عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، وبايع الضحاك بن قيس الشيباني هذا الخارجي، وكان عبد الله بن عمر أيضا قد بايع الضحاك، ولذلك قال شاعرهم: ألم تر أن الله أظهر دينه
فصلت قريش خلف بكر بن وائل، طبعا هم من بكر بن وائل خوارج هؤلاء. ولما رأى النضر بن سعيد بن عمرو الحرشي ذلك قرر أن يلتحق بمروان بن محمد في الشام. وفي طريقه إلى الشام توقف في القادسية، فخرج له ملحان الشيباني عامل الضحاك على الكوفة، ولم يكن مع ملحان ما يكفي من الرجال، فهزمه النضر، معه عدد قليل، فهزمه النضر بن سعيد وقتل ملحان. ولما بلغت هذه الأنباء الضحاك بن قيس نصب المثنى ابن عمران العائذي، العائذي يعني من عائذة قريش، نصبه على الكوفة. في ذي القعدة من سنة 27 بسط مروان بن محمد سيطرته على الشام، وأرسل إلى العراق يزيد بن عمر بن حبيرة كما قلنا أميرا على العراق. وفي هذه الأثناء كتب أهل الموصل إلى الضحاك بن قيس أن يأتيهم فيولونه أمرهم، فسار الضحاك إلى الموصل وفتحوا له أبوابها فدخل وقاتله القطران بن أكمه الشيباني، القطران بن أكمه الشيباني عامل مروان على الموصل في قلة من أصحابه، فقتلوا جميعا، كان معه عدد قليل، قاتلوا هذا ولكنهم قتلوا جميعا. وسيطر بذلك الضحاك على الموصل، فلما علم مروان بذلك وكان محاصرا لحمص أمر ابنه عبد الله بن مروان نائبه على الجزيرة بأن يخرج لقتال الضحاك، فسار إليه وكان معه أكثر من 7000 رجل، ومع الضحاك ابن قيس الشيباني كان معه عدد مهول من المقاتلين قدروهم 120,000. والتقى الطرفان، ولكن عبد الله بن مروان ومن كان معه وجدوا في أسوار مدينة نصيبين خير ملجأ، مدينة نصيبين هذه وجدوا في أسوارها خير ملجأ، دخلوها ويعني احتموا بأسوارها من الضحاك وجيوشه الهائلة. أيضا مروان بن محمد، مروان حمار خليفة الأمم الرابع عشر، حمار شديد في القتال ما يهدأ، فأسرع يعني بقواته. مروان هذا كما تعرفون كان غاليا على الجزيرة وأرمينيا، الخليفة الذي كان قائدا عسكريا كبيرا، أسرع بقواته لمقاتلة هذا الخارجي. وفي كفر توثة التقى جيش مروان بقوة من جيش الضحاك، وفي هذا القتال وعند حلول الظلام قتل الضحاك، ولم يتبين مقتله في بادئ الأمر، ولكن عبد الملك بن بشر التغلبي وهو من قادة الضحاك جاء إلى مروان وأخبره بخبر الضحاك، فأرسل مروان بن محمد جماعة من رجاله معهم المشاعل وأخرجوا الضحاك من بين القتلى واحتزوا رأسه. بعد مقتل الضحاك بن قيس الشيباني قام الخوارج بمبايعة الخيبري وهو من كبار خالد الضحاك، وكان مع الخوارج سليمان بن هشام عبد الملك، وبادر الخوارج بقتال مروان بن محمد، وانقض الخيبري ب400 فارس من الخوارج الشرات وهزموا مروان في بداية الأمر، وفر مروان هاربا من معسكره وكان في القلب على الرغم من شجاعته، ولكنه فر تحت الخوارج ودخلوا معسكره. ودخل الخيبري حتى وصل إلى خيمة مروان، دخل خيمة مروان، أما الميمنة وعليها عبد الله بن مروان بن محمد فقد بقيت ثابتة في مواقعها، وكذلك الميسر كان عليها إسحاق بن مسلم العقيلي. الخيبري هذا لما يعني وصل إلى خيمة مروان وفر مروان دخل إلى خيمة مروان وجلس على فرشه، فلما رأى العبيد الليس مع الخيبري الكثير من الرجال هجموا عليهم وعلى من معه بالعمد وضربوهم بها بالعواميد ضرب حتى قتلوا الخيبري وجميع من معه، عبيد كثر دخلوا خيمة الخليفة لا شك عنده الكثير من العبيد، فهجموا على هؤلاء وقتلوهم ضربا بالعمد. ثم أرسلوا إلى مروان وكان على مسافة كبيرة من أرض المعركة، فعاد من فوره، ولما قتل الخيبري بايع الخوارج رجلا منهم اسمه شيبان بن عبد العزيز اليشكري. وكان مروان بن محمد قبل مقتل الضحاك بن قيس قد أمر يزيد بن عمر بن هبيرة قتال الخوارج في العراق، وكان على الخوارج في الكوفة المثنى بن عمران الذي قلنا من عائدة قريش، فسار إلى العراق. وفي عين التمر التقى ابن هبيرة بالمثنى بن عمران العائذي، وكان معه منصور ابن جمهور كلبي، ونشب القتال بينهم أياما، ولكن ابن هبيرة هزمهم وقتل العائذي في هذا اللقاء. ففر منصور بن جمهور إلى الكوفة،
وكانت هذه الأحداث في رمضان سنة 29 و100. وفي الكوفة جمع منصور من جمهور أتباعه من الإمامية ومن معهم من الصفرية وسار بهم إلى الروحاء، فلحق بهم ابن هبيرة وتقاتل معهم وهزمهم، ثم دخل ابن هبيرة إلى الكوفة وطرد الخوارج منها. نعم، بعد ذلك تحرك ابن هبيرة إلى واسط لقتال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وهزمه وأسره، وكان ابن هبيرة قد استخلف على الكوفة لما ذهب إلى واسط عبد الرحمن بن بشير العجلي. ولما وصلت أخبار هذه التطورات في العراق إلى الضحاك، أمر عبيدة بن سوار التغلبي بالمسير إلى العراق لنصرة من بها من الخوارج ولقتال ابن هبيرة الذي نكل بهم. وسار عبيدة بن سوار التغلبي حتى وصل الصرات، فانضم فانضم إليه منصور بن جمهور الكلبي، فسار إليهم ابن هبيرة بقواته والتقى بهم في معركة قوية ومزقهم وقتل عبيدة بن سوار. وبذلك سيطر ابن هبيرة على العراق وقضى على من بها من الخوارج من أتباع الضحاك. وكان منصور بن جمهور الكلبي قد فر ومن معه من معركة الصرات هذه واستولى على ماهين والجبل. إذن تلاحظون أن في مثل هذه الأوضاع المضطربة بسبب الفتن يبرز أهل الأهواء والبدع للخوض فيها، فهذه الأجواء هي البيئة الخصبة التي ينتعشون فيها ويزاولون فيها أنشطتهم المجرمة والتي دائما ما يصاحبها القتل والترويع والخطر. بعد أن بايع الخوارج لشيبان يشكري، أشار عليهم سليمان بن هشام بن عبد الملك، وكان معهم كما قلنا، أشار عليهم بأن يذهبوا إلى الموصل وأن يحفروا خندقا من حولهم بدلا من طريقتهم الانتحارية والتي دائما تنتهي بمقتل زعمائهم. وأخذ الخوارج برأي سليمان بن هشام، ولما جاءهم مروان طال القتال بينهم لتسعة أشهر لأنهم متخندقين، هذا رأي طيب من ناحية العسكرية، واستمر إلى سنة 29 و100. وبعد أن ضيق مروان ابن محمد الخناق على الخوارج، نصحهم سليمان بن هشام بمغادرة الموصل، فساروا إلى فارس. ولكن جيش مروان بن محمد الذي يقوده عامر بن ضبارة المري لاحقهم إلى فارس، وكان عامر بن ضبارة يقتل من يقع في يده منهم ممن يتخلف عنهم حتى تفرق جمعه. أما شيبان بن عبد العزيز اليشكري فإنه ذهب ومن معه إلى فارس، ومنها ذهب إلى جزيرة ابن كاوان، ثم منها عبر إلى عمان فقتله جولندا ابن مسعود ابن جيفر ابن جولندا الأزدي صاحب عمان، هذا تعرفون تكلمنا عنه في دروس العرب حسب ما نسمع. جولندا ابن مسعود ابن جيفر ابن جولندا الأزدي صاحب عمان تمكن من قتل هذا الخارج. وأما سليمان بن هشام فإنه ركب السفن مع أهل بيته ومواليه وذهبوا إلى السند، وذهب مروان إلى حران، ثم بعد ذلك ذهب إلى الزاب. في سنة 28 و100 خرج الحارث بن سريج التميمي بخراسان، خرج على مروان بن محمد وقال بأن الذي أعطاني الأمان يزيد بن الوليد، وإن مروان سوف لن يقر الأمان الذي أعطاه يزيد. ونصحه جماعته بألا يخرج لأن في ذلك فتنة يكون ضحيتها المسلمون، ولكنه لم يستمع له. فعرض عليه نصر بن سيار والي خراسان أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه 300,000، فلم يقبل. ثم قال له نصر، قال الحارث بن سريج ابدأ بالكرمان فإن قضيت عليه فأنا في طاعتك، أو اتركني أقاتله فإن قضيت عليه اصنع ما بدلك. ولكنه كان يريد من نصر أن يعتزل الولاية، صاحب فتنة حقير هذا الحارث بن سريج. كان مع الحارث بن سريج التميمي الخبيث جهم بن صفوان مولى بني راسب صاحب فرقة الجهمية، حتى تعرفوا خبث الحارث انظروا من 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 هو مستشاره ومن كان في صحبته، جهم بن صفوان. وطبعا من المعروف أن جهم بن صفوان أخذ بدعته من الجعد بن درهم، وكان خالد بن عبد الله القسري قد قتل الجعد بن درهم بسبب بدعته في عيد الأضحى في يوم النحر من سنة 24 و100. وكان الجعد بن درهم مؤدبا لمروان بن محمد،
وفي هذه الفتنة وقع جهم بن صفان أسيرا في يد سلم بن أحوز المازني فأمر بقتله، وكان علي ابن جديع الكرماني قد اشترك في هذه الفتنة ووقف في صف الحارث بن سريج وقاتل معه. في أثناء هذه المواجهات غادر نصر بن سيار مر على أمل أن يدب الخلاف بين الكرماني وابن سريج. نصر هذا سياسي وقائد عسكري كبير، ولما غادر نصر المدينة سيطر عليها الكرماني وكان معه الحارث بن سريج، وبالفعل حدث ما توقعه نصر بن سيار، إذ سرعان ما نشب القتال بين الكرماني والحارث، وكان من نتيجته مقتل الحارث بن سريج. وأمر الكرماني بصلب جثته، وكان مقتله في رجب من سنة 28 و100. وبعد مقتل حارث بن سريج سيطر الكرماني على مرو، تركها له نصر بن سيار نعم حتى يعني لا يتقاتل معها، ويعني تحدث مصائب كبيرة للمسلمين من أهل تلك البلاد. أيها الأخوة، فيما مضى من الأيام كان الوالي أو الأمير إذا خرج عليه عدو يقوم بقتاله، فإن لم يتمكن من القضاء عليه يكتب إلى الخليفة فيمده الخليفة بالرجال. فإن كانت هذه الأحداث بالمغرب مثلا، أمر الخليفة والي مصر بنجدة من في المغرب، وإن كان الأمر في خراسان كتب الخليفة إلى أمير العراق لينجدهم، وإن كانت المشاكل في العراق أرسل إليهم بجند الشام. ولكن الأوضاع في هذه الفترة من تاريخ الأمم مضطربة، والخليفة في شغل شاغل، فهو لا يكاد يطفئ فتنة حتى تستعر الأخرى. هذا ما شاهدناه من متابعتنا لهذا النهج. ولذلك ترك نصر بن سيار مرو عاصمة خراسان للكرماني. في سنة 29 و100 أمر إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، أمر أبا مسلم الخراساني بإظهار الدعوة العباسية ولبس السواد، كانت الملابس السوداء والرايات السود هي شعار بني العباس، وكان إبراهيم بن محمد يعرف بالإمام. ولعلكم تلاحظون أيها الأخوة أني لم أتكلم عن بداية ظهور الدعوة العباسية، ولقد رأيت أن أتركها إلى أحداث سنة 29 و100، والتي فيها كما ذكرت أن إبراهيم بن محمد طلب من أبي مسلم المجاهرة بالدعوة العباسية. فما هي قصة هذه الدعوة التي عصفت الدولة الأموية ونشأت على أنقاضها الدولة العباسية؟ نعم، سوف نحدثكم إن شاء الله عن هذه الدعوة، دعوة العباسية. وتعرفون طالما بدأنا في الكلام عن الدعوة العباسية فهذه طبعا بوادر الكلام عن نهاية الدولة الأموية. أول ما بدأت الدعوة العباسية، يعني كان أول بداياتها في عهد الخليفة الأموي الثامن عمر بن عبد العزيز، وكان ذلك في سنة 100 من الهجرة. وكان محمد بن علي بن عبد الله بن العباس يقيم في بلدة الحميمة. الحميمة هذه من أرض الشرات، والشرات هذه في البلقاء في الشام. ففي هذه السنة أرسل محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أحد أتباعه وهو ميسرة، أرسله إلى العراق، وأرسل معه محمد بن خنيس وأبا عكرمة السراج وحيان العطار. وحيان العطار هو خال إبراهيم بن سلمة، وأبو عكرمة السراج هو الذي يعرف بأبي محمد الصادق. أمرهم محمد بن علي بالذهاب إلى خراسان، وكان والي خراسان هو الجراح بن عبد الله الحكمي، وأمرهم بالدعوة له ولأهل بيته، فنفذوا ما أمرهم به وقاموا بالدعوة له. نعم، وأقبل عليهم بعض الناس في البداية وقبلوا بهذه الدعوة، وقام من دخل في هذه الدعوة بالكتابة إلى محمد بن علي، وحمل وفوده الذين أرسلهم هذه الكتب إلى ميسرة، حملوا هذه الكتب إلى ميسرة في العراق، وقام ميسرة بإرسالها إلى محمد بن علي. اختار أبو محمد الصادق، وأبو محمد الصادق هو إكرمة السراج كما قلنا، اختار لدعوة محمد بن علي، اختار لهذه الدعوة 12 رجلا عرفوا بالنقباء.
هؤلاء الاثنى عشر هم النقباء، نقباء الدعوة، وهم كما ذكرهم المؤرخون سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن الهيثم الخزاعي وطلحة بن زريق الخزاعي وأبو حمزة عمرو بن أعين مولى خزاعة وعيسى بن أعين مولى خزاعة، ثم لاهز بن قريض التميمي وموسى بن كعب التميمي والقاسم بن مجاشع التميمي وأبو داود خالد بن إبراهيم من بني عمرو بن شيبان بن ذهل وأبو علي شبل بن طحمان الهروي مولى بني حنيفة وأبو النجم عمران بن إسماعيل مولى آل أبي معيط وقحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان الطائي. قحطبة هذا لعب دورا كبيرا كما سوف يعني نلاحظ بعد ذلك. إذن هؤلاء هم النقباء. واختار أيضا 70 رجلا وكتب لهم محمد بن علي بكتاب تضمن على منهجه وتعاليمه ليتبعوها ويسيرون عليها. في سنة 200 أرسل ميسرة رسله من العراق إلى خراسان، وظهر أمر الدعوة، وعرف بذلك عمرو بن بحير بن ورقاء السعدي التميمي، فذهب إلى سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص وهو والي خراسان فأخبره بأمرهم، فأرسل في طلبهم. ولما سألهم عن أمرهم قالوا له نحن قوم من التجار. فقال ما هذا الذي بلغني عنه؟ قالوا له لا علم لنا بذلك. فقال جئتم دعاة؟ سألهم هل أنتم دعاة؟ قالوا له لا، إن لنا في أنفسنا وتجارتنا ما يشغلنا عن مثل هذه الأمور. فقال لمن حوله من يعرف هؤلاء؟ فقال جماعة في مجلسه من ربيعة بن نزار ومن القحطانية نحن نعرفهم ونحن نضمنهم، يعني نحن نضمنهم ألا يأتي منهم شيء تكرهه. فطبعا لما ضمنوهم تركهم. هذا طبعا ليس من الحزم في مثل هذه الأمور، هذا ليس من الحزم. في سنة 500 جاء بكير بن ماهان من السن، وكان في صحبة الجنيد ابن عبد الرحمن والي الهند يعمل ترجمانا عنده. فلما عزل الجنيد قدم بكير بن ماهان إلى الكوفة ومعه شيء من الذهب والفضة، والتقى بأبي أكرمة السراج وبميسرة ومحمد بن خنيس وسالم الأعين وأبي يحيى مولى بني سلمة، وأخبروه بأمر الدعوة إلى بني هاشم، فقبل بما عرضوا عليه، وافقه ذلك وأعطاهم ما كان معه من ذهب وفضة، لم يكن طبعا بشيء الكثير ولكن هذا يساعدهم في ذلك. ثم ذهب إلى محمد بن علي، وفي تلك الأثناء مات ميسرة، فأرسل محمد بن علي بكير بن ماهان إلى العراق ليكون في مكان ميسرة. وفي سنة 700 أرسل بكير بن ماهان أبا عكرمة الصراج ومحمد بن خنيس وعمار العبادي ومعهم جماعة من أتباعهم منهم زياد خال الوليد الأزرق إلى خراسان، أرسلهم ليقوموا بالدعوة فيها. وعلم بأمرهم رجل كندي فذهب إلى أسد عبد الله القصري وأخبره بأمرهم، فقبضوا عليهم وأحضروهم إليه، وكان منهم أبو عكرمة السراج ومحمد بن خنيس، ولكن عمار العبادي تمكن من الفرار، وأمر أسد عبد الله بقطع أيديهم وأرجلهم ثم صلبهم، كبار من المفسدين في الأرض. ووصل عمار العبادي إلى بكير بن ماهان وأخبره بما حصل، فكتب بكير إلى محمد ابن علي يخبره بهذه الأنباء. هذه ضربة كبيرة لا شك، يعني كادت أن تكون قاضية لكنها ليست قاضية. وفي سنة 800 أرسل بكير بن ماهان عددا من دعاته إلى خراسان منهم عمار العبادي، فوشى بهم إلى أسد بن عبد الله رجل علم بأمرهم، فقبض أسد على عمار وأمر بقطع يديه ورجليه، ولكن أصحابه تمكنوا من الفرار وذهبوا إلى بكير بن ماهان وأخبروه بأمر عمار، فكتب يخبر محمد بن علي بذلك. فكتب محمد إليهم يقول الحمد لله الذي صدق دعوتكم ونجى شيعتي. نعم. وفي سنة 710 قبض أسد بن عبد الله القصري على جماعة من زعماء دعاة بني العباس منهم سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن هيثم الخزاعي وموسى بن كعب التميمي
ولاهث بن قريظة التميمي وخالد بن إبراهيم الذهلي وطلحة بن رزيق الخزاعي، وأراد أن يقتله، ولكن سليمان بن كثير الخزاعي خدعه، قال له: نحن من قومك، يعني خزاعة من اليمن، وقد حقد علينا المضرية لأننا كنا من أشد الناس على قتيبة بن مسلم. فأمر أسد بحبسهم ثم خلى سبيلهم. وهذا أيها الإخوة من تقدير رب العالمين، لأنه لو قتلهم كما قتل دعاته الذين وقعوا بيده قبل ذلك لانهارت الدعوة العباسية في مكة، ولكنه أمر الله الذي لا راد لقضائه. في سنة 1810 أرسل بكير بن ماهان إلى خراسان عمار بن يزيد ليكون واليا على شيعة بني العباس، فنزل مرو وغير اسمه إلى خداش، ودعا إلى محمد بن علي فأقبل الناس على دعوته، ثم بعد ذلك دعا إلى الخرمية، وهي دين وثني إباحي، وأخبرهم بأن هذه التعاليم أمر بها محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ولكن خداشا هذا وقع في يد أسد بن عبد الله القسري، فأمر بقطع لسانه وسم العينيه وقطع يديه. وفي سنة 1810 أرسل شيعة بني العباس في خراسان سليمان بن كثير الخزاعي إلى محمد بن علي ليطلعه على أخبارهم وأوضاعهم، وذلك لأن محمد بن علي غضب على شيعته بخراسان لأنهم صدقوا ما جاء به خداش من كذب وافتراء على لسانه. نحن نتكلم لكم الآن تطورات الدعوة، تطور التاريخي للدعوة العباسية. يعني تلاحظون قلنا أنها بدأت في سنة 100 في عهد عمر بن عبد العزيز، وهكذا نحن الآن معه نتطور في تدرجها التالي، في الكلام عن تدرجها التالي. في سنة 1424 جاء سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن هيثم الخزاعي ولاهز بن قريظة التميمي وقحطبة بن حبيب الطائي، جاءوا من خراسان إلى الكوفة، وكانوا يريدون أن يتوجهوا إلى مكة، ووفدوا على عاصم يونس العجلي، وكان محبوسا بتهمة الدعوة لبني العباس، ومعه في السجن عيسى وإدريس ابن معقل، وهما من عمال خالد بن عبد الله القسري، ولذلك حبسهما يوسف بن عمر، وحبس معهما أيضا أبا مسلم الخراساني. كان أبو مسلم يقوم بخدمته. وفي السجن قام عاصم يونس بدعوة عيسى وإدريس ابن معقل لبني عباس للدعوة العباسية، فقبل دعوته، وتبعهما في ذلك أبو مسلم. ويقال بأن بكير ابن ماهان كان قد سجن في سجن الكوفة، وكان معه في السجن أبو عاصم يونس العجلي وعيسى بن معقل العجلي، ومع عيسى أبو مسلم يقوم بخدمته، فدعاهم إلى بني العباس فأجابوه. ولما سأل بكير بن ماهان عيسى بن معقل عن أبي مسلم قال له إنه مملوك، فقال: تبيعه؟ قال: هو لك. قال: أحب أن تأخذ ثمنه. قال: هو لك بما شئت. فأعطاه 400 درهم. ثم لما أطلق سراحهم أرسل بكير بن ماهان أبا مسلم الخراساني إلى إبراهيم الإمام، فأرسله إبراهيم إلى أبي موسى السراج فتعلم على يديه. في سنة 1525 ذهب سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم الخزاعيان، ذهبا ومعهم لاهز بن قريظة التميمي وقحطبة بن كبيب الطائي، ذهبا إلى مكة للالتقاء بمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وأخبروه بأمر أبي مسلم، فقال لهم: أحر هو أم عبد؟ فقالوا له: أما عيسى بن معقل العجلي فيزعم أنه عبد، وأما هو أي أبو مسلم فيزعم أنه حر. فقال لهم محمد بن علي: فاشتروه وأعتقوه. ثم إنهم أعطوا محمد بن علي 200,000 درهم، وأعطوه كسوة ب30,000 درهم، وقال لهم: ما أظنكم تلقوني بعد عامي هذا، فإذا حدث بي حدث فصاحبكم هو ابني إبراهيم بن محمد، فإني أثق به وأوصيكم به خيرا فقد أوصيته بكم. وفي ذي القعدة من سنة 1525 توفي محمد بن علي، وكان أبوه علي بن عبد الله بن عباس قد توفي في الحميمة في سنة 1810، وأما جده الصحابي الجليل عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فقد توفي في سنة 68 ودفن بالطائف. نعم. إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عرف بإبراهيم الإمام، وفي سنة 26 و100 أرسل إبراهيم الإمام أرسل أبا هاشم بكير بن مهان إلى خراسان، وبعث معه بالسيرة والوصية، فذهب إلى مر عاصمة خراسان واجتمع بالنقباء والدعاة وأخبرهم بوفاة محمد بن علي، وأن الأمر أصبح لإبراهيم الإمام، وعرض عليهم كتاب إبراهيم الإمام وأعطوه ما جمعوه من أموال من شيعتهم، فأخذها بكير وذهب بها إلى إبراهيم الإمام. وفي سنة 27 و100 ذهب سليمان بن كثير الخزاعي ولاهز بن قريظة التميمي وقحطبة بن شبيب الطائي ومعهم أبو مسلم الخراساني، ذهبوا إلى مكة كما قلنا لالتقاء بإبراهيم الإمام، وأخبروه بأن معهم 20,000 دينار و200,000 درهم وغيرها من الأمتعة، فأمرهم بأن يعطوها ابن عروة مولى والده، أمرهم هذه الأموال أن يعطوها لابن عروة مولى والده محمد بن عبد الله بن علي. وقال سليمان بن كثير لإبراهيم الإمام عن أبي مسلم: إن هذا مولاك، هذا عبدك. نعم. وفي هذه السنة وعندما شعر بكير بن مهان بدنو الأجل، كتب إلى إبراهيم الإمام يبلغه أنه يشعر بدنو أجله، وأنه استخلف حفص بن سليمان وهو أهل بذلك، وحفص بن سليمان هو حفص ابن سليمان بن المغيرة وهو مولى بني أسد، فكتب إبراهيم الإمام إلى حفص بن سليمان الذي يعرف بأبي سلمة الخلال، كتب له يأمره بالقيام بأمر الدعوة، وكتب إبراهيم أيضا إلى أتباعه في خراسان يخبرهم بأن أمر الدعوة قد أسند إلى أبي سلمة الخلال، فلما ذهب أبو سلمة إلى خراسان قاموا بطاعته وأعطوه ما جمعوا من أموال. في سنة 28 و100 أرسل إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني إلى خراسان، وأرسل معه كتابا يأمر أتباعه في خراسان أن يسمعوا لأبي مسلم ويطيعوا، وقال لهم بأنه أمره على خراسان وما سوف يسيطرون عليه من بلاد بعد ذلك، ولكنهم لما أتاهم أبو مسلم بالكتاب لم يستجيبوا له. وفي السنة التالية ذهبوا إلى مكة للالتقاء بإبراهيم الإمام، وكان أبو مسلم معهم، فلما اجتمعوا بإبراهيم قال له أبو مسلم بأن القوم لم يسمعوا له ويطيعوا، فقال إبراهيم الإمام لهم: إني قد عرضت أمر القيام بالدعوة على سليمان بن كثير فأبى، وعلى إبراهيم بن سلمة فأبى، فعرضته على أبي مسلم، وعليكم أن تسمعوا له وتطيعوا، هذا أمر ما في. أبو مسلم اسمه عبد الرحمن، وقال له الإمام: يا عبد الرحمن، إنك رجل منا أهل البيت فاحفظ وصيتي. ويا لها من وصية. ماذا قال إبراهيم الإمام لأبي مسلم الخراساني؟ قال له: أكرم هذا الحي من اليمن وانزل عندهم، فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم، وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم، وانظر هذا الحي من مضر فإن العدو القريب الدار، فإنهم هم العدو القريب الدار. إذن أوصاه باليمن، وأوصاه باليمن نعم لا يتم الأمر إلا بهم، وأما ربيعة فاتهمهم في أمرهم، ولكن عندما جاء إلى مضر قال: وانظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار، فاقتل من شككت في أمره ومن كان في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شيء، وإن استطعت ألا تدع في خراسان لسانا عربيا فافعل، فأيما غلام بلغ 5 أشبار تتهمه فاقتله. وأوصاه أيضا بألا يخالف رأي سليمان بن كثير الخزاعي ولا يعصيه، وأوصاه بأنه إذا أشكل عليه أمر فعليه أن يكتفي برأي سليمان بن كثير من دون حاجة للرجوع إليه، أي الرجوع إلى إبراهيم الإمام. هذه وصية أعطاها أبو لأبي مسلم، وأبو مسلم حفظها طبعا ونفذها وطبقها تمام يعني. ثم حدث تطور خطير في أمر الدعوة العباسية، سبب ذلك هو تدهور الأوضاع في الدولة الأموية بسبب الفتنة التي عقبت مقتل الوليد الفاسق الوليد بن يزيد، وبسبب الصراع الذي دار في جميع أرجاء الدولة الأموية بسبب ضعف الحكومة المركزية في دمشق، عندما كان جميع أفراد البيت الأموي
يلتفون حول الخليفة لم يكن أحد من المسلمين يجرؤ على الخروج على الخليفة، ومن يجرؤ على ذلك فهو منبوذ يتصدى له المسلمون قبل أن يصل أمره إلى الخليفة. ولكن عندما حدث الصراع بين الإخوة وبين أبناء العمومة، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الحتمية أيها الإخوة هي انهيار الدولة. فإذا كان أبناء البيت الحاكم يتقاتلون فيما بينهم، فما بالكم بمن يبعد عنهم آلاف الكيلومترات؟ لا شك. شكر الله للدكتور أحمد بن يوسف الدعيش، في انتظار المحاضرة الموالية.